اليوم بدي احكي عن 7 اشياء ممكن تحتاجها كمصور، تقدر تشتريهم من اي مكتبة، اغلى قطعة فيهم ما بتتجاوز الدينارين. اللزيق بالانجليزي تير، بس احنا بالاردن نحكي له لزيق او لاصق اذا بدنا نحكي باللغه العاميه. اللزيق بجميع انواعه، ان كان دبل فيس، لزيق ورق، دك تيب، لزيق شفاف، تيب، كله ممكن يفيدك خصوصا تصوير المنتجات. يعني الدبل فيس مثلا بدي اثبت فيه صحن قاعد بصور الاكل، ما بدي يهز كثير، بدي اثبت فيه صوره على الخلفيه عندي بالباك جراوند. الدبل فيس له استخدامات كثير، زي ما في له استخدامات بالحياه اليوميه كمان احنا بالتصوير نهتم فيها كثير. هلا حاب اركز على واحد من استخدامات اللزيق واللي جدا مفيده لنا. بفضل نستخدم اللزيق الورق، وقبل ما نلزقه بفضل انه نحطه على اواعي زي هيك ونشيله مشان تخف قوه التصاقه، مشان اذا لزقته على اي شيء ما يقبعه. فانا مثلا عندي هاي الكاميرا محطوطه بشكل افقي وقاعده بتصور من فوق، ففي عندي مشهد مثلا انا عندي هاي اللي هون هاي الورقه وبدي اكتب عليها، فكيف بدي اتاكد مثلا انه انا كل شيء بكتبه جوا هذا الفريم؟ مش معقول اظل اطلع على الكاميرا واجي اكتب مثلا هاي او اكتب بالمسج اللي بدي اياه هاي، هيك ما راح اعرف اكتب، ما راح ارتاح، لازم هيك اجي اكتب من هون هيك خطي بيطلع افضل. هاي هاو ار يو مثلا، هاي مثلا لاحظوا انه نص الكلام طلع عندي برا الفريم، فكيف بدي اعرف شو اللي جوا الفريم برا الفريم بدون ما اطلع على الكاميرا؟ وقتها بستخدم اللي هو اللزيق عندي. فانا عندي اللزيق هون، باجي بحدد، باخذ هاي القطعه الصغيره فبحدد وين اطرافه، بتطلع على الكاميرا فبعرف مثلا انه هي اذا لمست اللزيق هون هيك انا صرت برا الفريم، فهي واضح جدا، هي انا هون هيك جوا بدون ما اطلع على الكاميرا، انا متاكد انه انا هلا هيك جوا، ومجرد ما اقرب من اللزيق انا هيك برا الفريم. شايفين كيف؟ وبروح على الاطار الثاني بمشي فيه شوي شوي عبين ما يصير برا زي هيك. فهيك انا بعرف انه انا عندي هاي الزاوية وهاي الزاوية، فهيك أنا متأكد شو ما أكتب أنا بعرف إنه أنا الإطار عندي هون ممتاز. فهيك كلمة how are you، هاي how are you طالعة كاملة، لو زحتها شوي هيك معناته W بلشت تنقص واليو بلشت تنقص. فهي واحدة من أبسط استخداماته للزيق، يحدد لي إطار المشهد مشان أعرف كيف أقصه وكيف أعمل. ثاني شيء اللي هو ورق الزبدة أو الباشمنت بيبر، إيش يعني؟ ورق بيعمل عمل الديفيوزر مشتت للإضاءة. ورق الزبدة له كثير استعمالات مع أنه كثير رخيص، من أهمها تنعيم الضوء. مثلا أنا عندي مصدر الإضاءة، لما بدأ أجي أصور منتجات بدأ أخلي مصدر الإضاءة هذا بدل ما هو حاد بدأ أخليه ناعم، فبحط ورق الزبدة وبغطي فيه مثلا، أو بجيب قماش بيضة، لكن يفضل ورق الزبدة. نصيحة، إذا بدك تحط ورق الزبدة على مصدر الإضاءة مشان تنعمه لا تلزقه بالمصدر تلزيق، لازم يكون في شوية مسافة يعني مشان يصير أنعم. فأنا بدي أفرجيكم مثال، شوفوا هاي كيف ضوء التليفون عندي حاد جدا، لما أجي أحطه ورا ورق الزبدة بشكل مباشر طلعوا هيك لزقته تلزيق، لساته تقريبا حاد، لكن لاحظوا لما أبلش أبعد شوي شوي شوفوا كيف الحواف صارت أنعم. طلعوا بس على حواف الدائرة طلعوا كيف حادة جدا كيف صارت أنعم، لهيك طبيعي يصير ضوء أنعم. أنا عندي شكل الضوء هون مثلا حاد جدا، لو أحط أصبعي عنده عد اسمه طلعوا الخط حاد واضح، لكن لما أحط ورق الزبدة طلعوا قبل طلعوا بس على رقبته مثلا لمسعود على وجهه وطلعوا بعد. نفس الوقت بدي تنتبهوا شوفوا الظل تاع أصبعي كيف راح يصير عليه، هي هون قربته منه شوفوا بدون كيف طلعوا بس الخط تاع الظل، شايفين كيف صار أنعم؟ لسه لو قربته أكثر وأكثر رح يصير أنعم وأنعم، طلعوا بطل يبين أصلاً خط الظل، وهي لما بعدته عن مسعود. فهون كمان واحدة من أهم استخدامات لورق الزبدة، مهم جداً كمان تستخدموه ويكون قريب من الموديل، هيك منكبر مصدر الإضاءة بصير أنعم بكثير، يعني بحاوطه من كل الجهات. السلايدات أو بهاي الحالة إحنا بالتصوير بنحكي عنهم جلز المجموع أو فلاتر، مبدأها واضح جداً اللي هو تغير لون مصدر الإضاءة. فأنا مثلاً لو أحطه عندي على الكي لايت طلعوا كيف هلا راح يقلب وجهي، شايفين كيف قلب اللون؟ بس هي هدفها بسيط جدا لكن مفعوله جدا قوي. فانا لما اجي اصور منتجات مثلا بدي اغير لون الباك لايت الكي لايت اي لون مش مهم، بستخدم هاي الجلات طلع كيف دقلب اللون الباك لايت اللي عليه اللي هو جاي من هذا الضوء احمر مثلا، دقلب الضوء كامل. كمان اعمل ضوين، دخلي الضوء الكي لايت اللي جاي عليه ازرق اوكي والباك لايت احمر مثلا، فهيك طلعوا الالوان كيف راح تصير. فهي واحدة من ابسط استخدامات الجلز عندي او الفلاتر. رابع اشي الفوم بورد او لوح الفوم، لوح الفلين، بغض النظر عن مسمياته احنا بالاردن بنقول له بالمكتبة اذا بدك تروح تشتري واحد فوم بورد هيك اسمه. واحدة من اهم استخداماته اللي هو يكون عادي ريفليكتر بيعكس ضوء، فتشوفه مثلا في ظل تحت، شو سبب هالكي لايت فش عندي ريفليكشن من تحت، بتطلعه قبل بتطلعه بعد، قبل بعد قبل بعد، استخدام بسيط جدا، لاحظوا بس كيف المنطقة هاي صارت افتح. هاي واحدة من اهم استخداماته،
انه يعمل ريفليكشن، يعكس الاضاءة ويخفف الظل، فممكن استخدامه كفيل لايت. هلا على العكس رقم 5 اللي هو انا اذا بدي اجيب كرتون اسود بجيب دبل فيس وبحط على الوجه الثاني من الفون بورد كرتون اسود عادي. شو بيعمل؟ عكس الريفليكتر، بلغي الاضاءة او بقصها. فمع الكرتون الاسود ممكن استخدمه ككت فلاج بدل ما يعكس بلغي. فلاحظوا انا مثلا عندي هنا باك لايت ضاوي راسي وكتافي من ورا، فانا مش حاب هذا الباك لايت مثلا انا مش حاب انه يطلع، فكيف بدي اعمل له كت؟ كيف بدي اقصه؟ عادي بحط الكت فلاج فوقي فبمنعه يصنف. الموضوع بسيط جدا. هلا طبعا الفلاج لازم يكون برا الفريم مشان ما يبين. فهي انا قبل وهي بعد، هي قبل وهي بعد. موضوع بسيط جدا لكن بيأثر. حقه دينارين الفوم الكبير. لسه انا عندي على الطاوله هلا انا قاعد بشرح حاليا بستخدم فوم بورد كبير قد الطاوله. ليش؟ مشان يعكس. طلعوا بدونه كيف راح اصير. شايفين ذقني قبل؟ طلعوا الظل تحت هنا والظل تحت عيوني، شوفوا قبل وشوفوا بعد، بيصير في اللايت وبيعبي لي هاي الظلال، بيقلل لي منها. لاحظوا ان انا عندي الظل جدا جدا غامق هنا. اذا بدي اخففه بدنا نعمل فيل لايت منعكس ممكن، او مصدر ضوء ثاني اخف من الكي لايت عادي، واقلل الشادوز. فتطلعوا بس ارفع الكارد بورد وراح يصير. شفتوا كيف خفت على الاخر؟ هلا بهاي الحاله نعتبر انه انا عندي جاي اضاءه امبيانت او انعكاسات من الغرفه ضاويه لي مسعود من هاي الجهه، انا ما بدي اياه يكون مظلم فبدلغيه. بنعمل نيجاتيف فيل اللي هو عن طريق كت فلاج. انتبهوا بس على شكل الظل. هلا لما احط الفلاج او الكارد بورد شفتوا قبل هاي بعد، هاي قبل وهي بعد. فكمان ممكن نستخدم الجهة السوداء من الفون بورد أو الكرتون الأسود مشان يلغي لي هاي الظلال. سادس إشي الكروما. ممكن نجيب كرتونة عادي ونستخدمها كروما، ممكن أحطها خلفية لي إذا كانت كبيرة طبعا ممكن أستخدمها، ممكن تكون باك جراوند، ممكن أحطها على الطاولة وأصور من فوق وأبلش أفرغ يدي. هلا يفضل تجيبه كمان لون أزرق، لأنه طلع عندي بالفيديو اللون الأخضر بيعكس كثير، اللومينانس تاعه عالي جدا جدا عالي فبعطيك كلر تنت. فيفضل تجيب لون أزرق. الاثنين بعيدين عن لون البشرة فبتقدر تفرغهم براحتك. وقد ايه حق الكرتونه؟ قد ايه بدها تكون؟ ربع دينار؟ دينار؟ مش مهم، تقدر تجيب قد ما بدك كراتين وتلزقهم على الحيط وتعمل منهم كمان خلفيه وتفرغ عليها. هسا انا عم استخدم الخلفيه الكروما مع السكوتش تيب مشان احدد الفريم عندي. فانا عادي بكل بساطه هي انا رافع الكاميرا، شوفوا بقدر اضيف هاي هون، اضيف هاي هون، وبعرف انه انا عندي حفه هاي الخشبه مثلا طالعه برا الفريم، هاي نفس الشيء هون نفس الشيء طالع بدون ما اتفرج على الكاميرا، وهذا اهم شيء تنتبهوا له. تقريبا غلط توزيع الاضاءه لانه في ظل بيطلع من اصبعي مثلا على اللون الاخضر، لكن الهدف هو توضيحي فقط للشرح. واخيرا ليس اخرا، يعني في اكسسوارات كثيره ما في لها عدد معين، لكن اي اكسسوارات انت ممكن تفكر فيها تحتاجها، يعني ستيكي نوتس مع قلم ماركر، خلص بدك تكتب هاي النوت كذا، عندي موعد، عندي ملاحظه على هذا السين، اي شيء بكتبه وخلص انتهى وبلزقه دن 100% خلصت منه. الفرشاي لما اجي اصور اكل وبدي انظف الغبره، فتات الخبز، بواقي الاكل، اي شيء على الطاوله بدي انظفه مشان اتاكد انها نظيفه 100% بستخدم كمان هاي الفرشاي. في كثير اشياء ممكن تلاقيها في المكتبه انت ممكن تحتاجها في التصوير، فدائما استثمر فيهم وجيبهم، خصوصا انهم رخاص مش هالمبلغ الكثير كبير. دائما خلي عندك زاويه فيها هاي العده كامله. الفيديو بسيط سريع لكن مفيد جدا. وهون بدي تبلشوا تفهموا انه الموضوع مش بس كاميرا، احنا اول اخر قاعدين نلتقط صوره، فاي شيء بيساعدنا نكون هاي الصوره ممكن نستفيد منه. اذا عندكم اي اسئله او استفسارات تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك ليو دوت حماتي او الانستغرام، او تكتبوا في الكومنتات على اليوتيوب. تذكروا دائما كل شخص فينا مبدع لكن بطريقته الخاصه. يعطيكم العافيه، مع السلامه.